مازال متواصلين معكم. وصلنا لفقرتنا رفقة الأستاذ والباحث كريم عبد العلوي، أخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعية والنحل. اليوم الموضوع ديالنا غيكون الحساسية ديال الجلد. فأولا مرحبا بك. السلام عليكم، نهاركم مبارك. الله يبارك فيك. يوم مبارك إن شاء الله على الجميع. كالبداية دي تكون الاثنين إن شاء الله كنسولك، واش كاين شي نجاحات تعرفتها الأسبوع اللي فات؟ هو الجميل الحمد لله أمراض العيون بخصوص العمى كاين نجاحات كبيرة. تصورت الطفل عنده سنتين مازال صغير وتزاد عمى. نعم. الآن بدأت يحل عوينته وبدأت يبان له الضوء وبدات بدا العيونات تبنيو من جديد. والغريب هو انه دابا هاد امراض العيون من الحساسيه ديالها من ضعف النظر من مشاكل ديال الشبكه تطيح لو ديكورمون او فيها تعفنات او العروق ناشفين. الحمد لله الناس ولاو تلاحظوا على انه بدات العلاجات تتم والناس ولاو تحسنوا من النظر ديالهم. بحال يوم الخميس الماضي سيدة عندها جلالة بعد 3 أشهر دات مراقبة على الطبيب. لذا أقول ديما راقبوا الطبيب، ديروا فحوصكم، خليكم مع التحاليل، ما تضيعوش هذه الفرصة لأنه المختص راه عارف شغله اش تيدير. مراقبة قالت 3 شهور دازت، قال لها جلالة مشات تعالجات والطبيعي. هنا تنحسوا على انه تيحقق هذا النوع من النجاحات، وهكذا ان شاء الله تعالى الطبيعي نعالجوا به ونربحوا صحه وراحه. اذا ملي كنقولوا الحساسيه ديال الجلد فكاين الكثير من الناس اللي ملي كيوصل خاصه هذا الفصل ملي كيبدا يسخن الحال او الفصل ديال الربيع سواء اللي عنده حساسيه حبوب اللقاح او ما الى ذلك كيوليو عنده واحد الاعراض وكتبدا تختلف عليه. واش هي حساسيه موسميه ولا حساسيه فقط اللي هي دائمه وما كانش عارف، او لا فقط هو اللحم ديالو كيبدا ياكله او لا كيحكف وما كيبقاش يعرف واش فعلا عنده حساسيه او لا. نعم، اذا فالناس في هذه الحاله هذه مختلف الحساسيات اللي كاينه تاع الجلد اللي تتكون عندها علاقه مع التلوث الجوي او عندها علاقه مع تغذيتنا ولا عندها علاقه مع 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 اكل ادويه معينه اللي الانسان تيستعملها ادويه الكيماويه. لقينا على ان او تغذيه معينه الانسان تياكلها تدير له حساسيه. تكون مختلف هذا النوع من الاسباب الاساسيه. لقينا على انه اول شيء نتعلموا نستعملوه وكثير الناس من عطيتهم هذا الاسلوب هذا نجاحات متميزه جدا. تصوروا انسان ملي تيكون عنده في الحين عنده هذه الحساسيه تياخذ كاس تاع الماء تيغليه يكون معدني يغليه او دروبيني ماشي مشكل، ولكن خص الغليان تاع الماء. هذا غليان الماء ملي تياخذ بين كاس كبير ممكن حتى الايترو ويعاودها كل نص ساعه. كل ما كانت الحساسيه مفرطه عندنا اقل من 24 ساعه هاد الحساسية تتمشي بنسبة عالية، بمعنى العملية ديال عدم ياكل والو إلا يشرب الماء المغلي تتبدا الساعة الأولى الثانية الثالثة والحساسية تتنزل، لأنه القدرة تاع الماء المغلي في ضبط هاد النوع من الحساسية خاصة. وهكذا لقينا على أنه الماء المغلي كل ما تنستعمله في هاد النوع من الحساسيات الجسم تيرتاح. وهكذا لقينا سيدة اتصلت بيا في الصباح يمكن بين 10 و 11 تاع النهار كانت عندي حساسية مفرطة وما عرفاش كيف التعامل معها. عطيناها الماء المغلي فقط، ما كلت حتى شي حاجة أخرى إلا شرب الماء المغلي. فشرباته كل ساعة 3 المرات ثم خليتها تشرب المغلي. من بعد لقيت على أنها مع 9 د الليل عيطت لي، إذا دازت 10 سوايع مني من باب مي عيطت لي وتعطيني الخبر. لقينا على انه الحساسيه نزلت 30%، يعني ما بقاش ذاك الحكان وذاك الحساسيه المفرطه. ولقينا على انه هذا الاسلوب تاع الماء المغلي مهم جدا جدا جدا. اذا ناخذ فاطمه من اكادير. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي، بغيت اختي نهضر مع الدكتور. تفضلي، معك الاستاذ كريم عبد. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. خويا بغيت نسولك على عندي انا الجلد ديالي مرة كيبان بحال ملي كتشوف فيه بحال فيه البقع بيضين سميتو، ومن بعد الخطرات كيكون عاوتاني كيرجع صافي ما كيكون فيه حتى حاجة، ومرة مرة كيكون ليا بحال هكاك كيكونوا ضبابر صغار وبيض بحال بيضين. مرة مرة عاوتاني كيرجع اللون ديالو عاوتاني طبيعي. صافي، وبغيت نسولك واش داكشي واش برص ولا ما ولا حساسيه ولا شنو داكشي؟ هو باش تحكم واش برص او حساسيه
لابد لابد زياره الطبيب المختص واحد، وثانيا بالتليفون بوحده ما كافيش. لا لحقاش انا مشيت لعند الطبيب قال لي ماشي برص. الحمد لله. اذا لا ماشي برص غادي تستعمل الاسلوب التالي. مزيان اكيد. نعم اكيد غنوصلوا وغنعرفوا الاسلوب الثاني اشنا هو، لكن بعد الفاصل الاشهاري. مرحبا. كيفاش كتشوفوا بنك الغد؟ اليوم بفضل سيهاش بنك ما بقيتش نحتاج نمشي للوكالة البنكية، حيت يمكن لي نستفد من جميع الخدمات البنكية من داري، وهذا بالتأكيد هو بنك الغد. سيهاش بنك. بنك الغد معاكم اليوم. من الاثنين للجمعة هيكون معاكم سؤال في صح ولا غلط، اجابته هتوصلكم لجائزة نوكيا في نهاية الاسبوع. وسؤال الاسبوع ده ايه اكتر اللي بتميز بيه نوكيا اكس وسط الهواتف المحمولة؟ ابعت اجابتك على 55 66 55 66. ركز وجاوب دابة، وما تنساش تكتب نوكيا قبل الاجابة. صح ولا غلط مع نوكيا. صديقاتنا وأصدقائنا على طول عرض بلادنا، ميعادنا بالمنفعة من 2 حتى الجمعة على شاد عفام برنامج البيئة، 3 المرات في اليوم دوما 8 الصباح 12 ونص النهار و7 العشية. صحتنا ديما مع بيئة سليمة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المجمع الشريف للفوسفات. Attention à la contre-attaque, il récupère le ballon, dribble le premier défenseur, envoie balader le deuxième, il est devant le gardien, il feint, tire et but ! Borde, partenaire officiel de l'UEFA Champions League, dévoile ses offres gagnantes, des offres qui vont droit au but. Fiesta Diesel à 139 000 dirhams, Focus Diesel à 175 000 dirhams et C-Max Diesel à 212 000 dirhams. Avec Ford, profitez des offres qui vont droit au but. Il y a des crédits immobiliers que vous devez porter comme un fardeau sur votre dos. Il y a le crédit BMCI, un crédit léger, léger, qui vous permet d'avancer dans votre projet immobilier en toute sérénité. Avec lui, vous êtes libre de différer de 6 mois le début de vos remboursements. Vous êtes libre de reporter vos échéances en cas. Et vous êtes même libre de moduler vos mensualités à la hausse ou à la baisse une fois par an. Tout simplement pour que vous soyez bien dans votre vie et bien dans votre crédit. Rendez-vous dans nos agences BMCI jusqu'au 30 juin 2014 pour découvrir nos offres promotionnelles. BMCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. باقي معكم دائما رفقة الأستاذ والباحث كريم العبد العلوي، أخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعية والنحل. واليوم الحديث ديالنا غيكون على حساسية ديال الجلد. خدينا أول سؤال من مستمعة فاطمة دائما على الرقم 05 22 36 10 36، وكذلك على الاس ام اس 5566. إذا فاطمة عطات سؤال ديال الجلد ديالها في واحد البقعة اللي هي بيضة، كتمشي وكترجع وطمأنت من عند الطبيب ديالها انه ماشي برص الحمد لله. اذا شنو يمكن لك نصحها؟ اول شيء نصحها هو تاخذ الماء المغلي ديما ما داك العشرة في الحين مي تحس بالحساسيه، تاخذ الماء المغلي يترو حتى يترو بتبعدين بواحد نص ساعه، وعلى اساس انه هذا الماء المغلي تحافظ عليه ما العشرة يترو ماء مغلي، اما معدني تغليه اضروبيني لابد تغليه، وممكن تصفيه حسب المناطق بحال مناطق إفران مناطق أزروت يكون الماء فيها في الكالكير بزاف مزيان يتصفى. إذا فالماء المغلي مع العشرة إترو مع الربع ديال الشيء إترو ومع 8 الليل. ثانيا خصنا نتعلموا نستعملوا عصير البصل. هذا عصير البصل اللي غريب وجميل متميز فيه، من بعد ما تنقي القنوات الدموية بخصوص الشعيرات الدموية تنزل عفان ولصخ اللي فيها، عنده قدرة هائلة أنه باش يعود يرفع يطرد الحساسية. هنا فين عندنا العنوان كبير مع البصل، لأنه ضد الحساسية ديال الهستامين، أنتي إستامينيك وأنتي إستامينيك. الناس اللي عندهم الحساسية ديال النيف، الناس عندهم الحساسية تاع الجلد، الناس عندهم حساسيات مختلفة تفهموا وتعرفوا، حيت كاين أدوية صيدلية اللي معروف على أنها أنتي إستامينيك. وسبحان الله هذا البصل مع الماء المغلي ملي تنستعملوا تعطينا تيخلصنا من هذا النوع من الحساسية، وتلقوا على أنه تجدد المناعة ديالنا. إذا فتفرغ القنوات الدموية، تفرغ الشعيرات الدموية، ثم أنه تحمينا من الحساسية
المعلومه اللي تكلمنا عليها، وهكذا تنستعملوها تنغليو كاس د الماء كبير مع عصير البصله واحد جوج معالق كبار، ممكن معلقه د العسل اللي ما عندوش السكر، ممكن نديرو جوج معالق د المعدنوس نضيفوهم الى هذه الشوربه وناخذوهم ديما قبل ديما مثلا قبل الفطور بواحد ساعه ساعه ونص، ممكن قبل مع ذاك 12 ونص قبل الغداء، ممكن في العشيه مع السته، وقبل هذا وقل ما الناس وخمسه سته خمسه د المرات تعطي نتائج هائله جدا. وافضل افضل افضل الحاجه اللي طيبه ما ناكلوهاش بالطبع ما ناكلوش حتى المواد الحيوانيه لمده ديال 5-7 اسابيع. لاحظنا عن طريق هذا البرنامج المبارك كثير الناس تيجيونا تيقول لك حنا حيدنا المواد الحيوانيه وحيدنا كثير من المعلبات وحيدنا كثير من المقلي والتغذيه اللي تنشكوا على انها ماشي صحيه، ولقينا تيكسروا على الخضره والفواكه كثير، اما طويجنات واما تياخذوا عصائر، لاحظوا انهم صحتهم تبدلت لدرجه حتى صفاء البشره كانت هائله متميزه. لذا انه البصل والعسل مع الماء، اما مع العسل واما ناخذه مع المعدنوس اللي عنده السكري مثلا، وناخذه في الفترات المتباعده 5-6 مرات في اليوم، ولما لا حتى قبل ما ننعسوا نعتبرها وجبه هائله متميزه، حنا ننعسوا حنا مرتاحين. كذلك هذه مساله، مادام انه كاين بقع بيضاء في الجلد انه مزيان نشدوا شويه المرجان وندهنوه على المكان اللي فيه هذيك البقع البيضاء، لان المرجان اللي هو العصاره تاع الزيتون ذاك الماء الاسود مي تندهنوه اولا كثير الناس كانت عندهم حساسيه جلديه منيتي الحساسيه ديال 30 سنه تحيدات في اقل من 3 اسابيع، ولاو الناس يديروا دي ستوك عندهم في بيوتهم، ولقينا على انه هذا المرجان ممكن انه نستعملوه في الجلد دهن 3-4-6 المرات، وهكذا يمكن نستعملوه حتى في الحساسيه نتيجه الكيماويات اللي خدامين في الكيماويات. نعم. او نتيجه العمل مثلا تحت الشمس، كاين الناس اللي تتحكم البشره نظرا للشمس والتعرض للشمس، كاين الناس اللي تجيهم هذا النوع من هذه الحساسيه لعده عوامل، اما الضعف الفيزيولوجيا الداخليه او العامل الخارجي الشمس وهكذا. وهكذا المرجان وكذلك البصل والماء والعسل او مع المعدنوس ثم الماء المغلي، هذو ثلاث مهمين، لقينا على انه الحساسيه تضبط بطريقه جيده اذا احترمنا المقادير واحترمنا لا فريكونس التردد تاع الاستعمالات، وهكذا تنكونوا ان شاء الله في واحد القمه عاليه من مراقبه الحساسيه. اكيد احنا غنواصلوا دائما في موضوع الحساسيه رفقه الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي اخصائي في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. ام بدر من الدار البيضاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفاش لاباس؟ الو. السلام عليكم، تفضلي. السلام ورحمه الله. اللهم لك الحمد. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. انا كنت ولدي من عند الصحيحه. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. امين والله يعطيك صحتك انت يا دكتور. يا ربي جميعا. نتمنى منك بزاف هذا الشيء اللي كتقول. مرحبا. صراحه الناس بزاف تيشكروك على هاد المواد اللي كتعطينا هما في داخل البيوت ديالنا. وهذا هو الاصل باش نيسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم. الله يجازيك بخير. انا راه شحال هذه من عام. نعم. كتخرج فيا واحد بحال تورديت. في رجلي اليمنى. وكتبقى تكبر حتى كتولي كبيره بزاف الا ما درتش ليها الدواء. مشيت عند شحال ديال الاطباء، واحد الطبيبه كان دات لي واحد بحال تحليله، كرطات لي هذيك سميتو وديتها لابوغاتوار وقال لي ما عندك حتى شي حاجه. وبقات كتخرج ليا كل عام كتخرج ليا، ولما عالجتها كتكبر في نفس البلاصه. نعم. وزعما انا اللي درت ردرت البصله واحد المره، ولكن حيت ضراتني ما بقيتش نقدر نعاود. عاودها بالعكس. الحاجه كليتيها، ولكن طحنها وربطها على المكان مباشره على فوق المرض الجلدي. يعني دكتور واش يكون سخون ولا يكون برد؟ شكون هو؟ الماء المغلي. الا غليتيه تخليه يدفى شويه. حيت كنغلي انا الماء ولكن كنشربه غير الصباح صافي. لا، ودابا مادام كاين مشكل مرضي فلا بد تاخذه بالطريقه اللي تكلمنا. واحد. ثانيا انه غنضيف لك الى الثلاث اساسيات اللي تكلمنا، الماء مغلي، البصل والماء، ممكن مع العسل او المعدنوس، ثم المرجل اللي تنغسلوا به. غنضيف لك واحد المساله اساسيه في ذاك البلاصه ديالي في هذا المرض الجلدي، دورها بالنحل. وهنايا غادي نعطيكم مفاجاه مع النحل. تصور تتكون واحد البقعه، الناس اللي ناعسين في السبيطار الله يعافيهم وتيجلسوا سيمانات ثلاثة ممكن 3 شهور، جلدهم من التحت يطيب وتيتحفر
تتسموا لي زيسكار. حنا هادو تنعرفو نبنيهم بناء بمعنى انه القدره على انه نعاود نبنيو الجلد من جديد ممكن. وهذه قواعد ما شاء الله الا تنعلنوا عليها باش ما تبقاش مخبعه، وبغينا الناس يبداو يستافدوا ويخف عليهم الحال. اذا تتصور في هذه الحاله هذه اللي عندك هذه البقعه الجلديه فيها الحساسيه تندورها بالنحل. نعم. بمعنى تنحاولوا نطلعوا جلد جديد، والجلد القديم تنحاولوا نجريو عليه عن طريق القدره على، وتصوروا واحد الظاهره الحمد لله هذه ظاهرة علمية معلومة والأطباء تفهموها وتعرفوها بشكل عادي، أنه الجلد يتجدد كل 72 ساعة. إذا فالقدرة على أنه نطلعوا جلد جديد راه ممكن. إذا هنا في فين جيدة، فالنحل ملي تنضربوا في الجلابات تاع المكان اللي فيه التعفن أو هذه الكزيمة اللي تكلمتي عليها. نعم. ثم تنغسلوها بالمرجان، تنطحلوا البصل او المعدنوس ونربطوا عليها ثلاثة أربعة هاد المرات، تمكننا بخلال خمس أسابيع نطلعوا جلد جديد. هنا فين تنتكلم مع الناس اللي تعيشوا كثير من في الكيماويات أو تعيشوا في الصابون أو تعيشوا في هذا النوع من الأعمال اللي تتكون شوية صعبة بحال السيما بحال البني، هادو نعم. لابد ينتبهوا لجلدهم في هذا الاتجاه ويحميوه في هذا الاتجاه هذا. أكيد. ودائما على الاس ام اس 5566 السلام، عفاك انا عندي الكزيما في الجفون ديالي، يعني القشره دائما كتكون ما بين الرموش. نعم. اشنو يمكن لي يعمل؟ هو اولا يعصر البصله ويغسل بها عينه. نعم. هذه غير مضره بالعكس نافعه في كل اتجاهات. ثانيا لسعه النحل في جنبات العين فوق الشفار وفي جنبات العين بالطبع في البلاصه اللي فارغه هنا في كاين لونغل ديال العديمه العين. نعم. تنهربوا واحد سنتيمتر وتنضربوا نحيلات تما وتنحاول ندوم على ثم البخار ديال الزياب، هادو كلهم عطاو نتائج هائله. ولا عنده شي اسئله حره قويه تحل بها جوج ثلاثه المرات في النهار، خمس ايام سبع ايام ماكسيموم، الحمد لله ما تبقى تلقاش لك الكزيمه هذه، ولكن تكون جديه مع احترام لا فريكونس التردد واحترام طريقه الاستعمال. نعم. ناخذ فاطمه من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا. الله يبارك فيك. انا عندي الجلد ديالي فيه الشحمه فوق العين وتحت العين وغدا كتنتشر ليا، وقال لي ديغماتو خاصك تحيديهم. عاودي من الاول، عاود شنو المشكل؟ عندي ديك الشحمه اللي كتكون فوق الجلد ديال العين. اييه. وغدا كتنتشر ليا الفوق والتحت كاع شوهات ليا عيني، وفاش مشيت عند ديغماتو قال لي خاصك تحيديهم، وخفت مع ديك المنطقه دكتور حساسه بزاف. الله يجازيك بخير. كلام صحيح. واحد السيده كان عندها حبه في جنب العين، والطبيب قال لها الاختصاصي قال لها عادي هذاك الحبه ما كاين مشكل. مع الاسف غير دار العمليه، تطور داك الشيء الى مشكل قبح، بمعنى اضطروا على انه يدخلوا في الشيميوثيرابي ويدخلوا في شي عمليه قبيحه، ولدرجه انه العظيمه ديال اللي قريبه للعين تحيدت ومشى والعين مشات لها في ذاك المكان، بمعنى كثير تما حساسيه صعيبه تما والجلد صعيب، فلا بد انه نفضلوا نستعملوا اساليب اخرى اللي هي الاسلوب اللي تكلمنا عليه قبل، بخار اليزير قريصه النحل وكحه العسيله. جاتني بنيته عندها شي 11 سنه من المملكه السعوديه الشقيقه، وسيده درت عمليه وتطور لها شي حاجه داخليه، يعني كثير كانت مشاكل شويه معقده من بعد العمليه الجراحيه. الحمد لله ملي جات عندنا هنا شوف تبارك الله، شوف الناس كي تيحبوا هذه البلاد. هكا بغيناكم تكلموا بالنجاحات باش الناس يبداو يجيو هنايا ويستافدوا ويعرفوا القيمه تاع هذه البلاد الطيبه. ما كاملاش 3 شهور وتبارك الله الحمد لله المشكل مشى. اذا هذا مشكل داخلي اللي هو اصعب من المشكل الخارجي اللي هو شحيمه فوق الجلد. اذا انا ما تنصحش بالعمليه، بالعكس تنصحوا بقريصه النحل والمتابعه كيف تكلمنا، وما يكون الا خير. نعم. دائما على 0522-36-10-36 ناخذوا لطيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عافاك بالله الدكتور. تفضلي معك الاستاذ عبد. كيدايرين بخير؟ مرحبا. خويا عافاك الدكتور، عندي الحكه في الرحيم. كنغسل الصابون الكراسون وداك الشيء، ولكن تترجع ليا واخا كنستعمل الدواء تترجع. اش قال لك الطبيبه بنتي؟ قالت لي راه غير ميكروب في الوالده، وعطات لي قويلبات ولكن ترجع ليا المشكل. الو تجري بالي عندنا فهاد نوع من المشاكل. انا عطيك كنت بالطبع. نعم. تبارك الله عليك، تبارك الله. علاش ما درتيش المعدنوس بنتي؟ علاش؟ كنتوضى بالمعدنوس. ماشي توضى به، لا ماشي توضى به، طحن المعدنوس خضر وتخرق به، تخلي ساعة
وتعاودوا كل ساعتين وديما تخلي بين نص ساعه وساعه. تبارك الله سيمانه الحمد لله مشى المشكل، ماشي غير انتي دابا كاين تصور بنيته عندها 20 سنه راه دازت في القناه وما شاء الله عليها، ملي تبعات المعدنوس من جهه وتنعطيها العسل تستعملوا تقريبا تنستعملوا 100 غرام ديال العسل تنديروا فيها 30 غرام ديال الغذاء ومعلقه صغيره ديال حبوب اللقاح تنخلطوا وتنخرقوا بها ثلاثة د المرات وفوق كل خريقة ديال العسل تنديروا المعدنوس ثلاثة د المرات. تبارك الله ثلاث ايام مشات في امان الله وحفظه وان شاء الله بالتوفيق والصحة والراحة. اكيد غنواصلوا معكم دائما رفقة الاستاذ والباحث كريم العبد، مكملين معكم دائما في شدة الاسرة. وصلنا الفقرة رفقة الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية، واليوم الحديث ديالنا كان على الحساسية ديال الجلد، الناس اللي كيحسوا مثلا بحكة او بشي بقع اللي كتكون على مستوى الجلد ديالهم وكذلك على مستوى الوجه. تكلمنا في البداية وقلنا واش كاينين وصفات اللي كتعطى باش ان الانسان كياخذ احتياطاته الاولية بعدا باش ما يتصابش بشي يعني الحساسيه ديال الجلد، واش كاين شي حاجه اللي يقدر يديرها او اللي يدهنها يعني بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم هذه الحساسيه ديال الجلد موسميه؟ غنتكلم على الحساسيه عند الاطفال لي بيبي. نعم تصور تيتصلوا بينا ناس من اوروبا وتيحلوا في الحساسيه ديال وليداتهم حساسيه جلديه. سينو تيكونوا عندنا ناس داخل المغرب وتبارك الله عليهم كاين رعايه مباركه للاطفال باش ما يقعش في الهذا. وكثير من الحساسيات لي زورتيكير مثلا لقينا على انه احسن 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 علاج للاطفال بالنسبه للحساسيه الجلديه تنغليو الماء وتنديروا في شي بانيو بالنسبه للوليدات فين تيعوموا وتنخلطوا معاه واحد عصيد البصله او جوج بصله تنخلطوهم وتنغسلوا لهم به. لقينا على انه هذا الاسلوب من ارقى اقول من ارقى ما كاين في علاج الحساسيه الجلد. تصور كاين وليدات اللي الكزيما تتبدا في الشهر الثالث بيبي وتطول بهم حتى الشهر حتى العام الحادي عشر والعام الثاني عشر وتدير لهم اعاقه كبيره في الحياه اليوميه ديالهم. اذا فالماء والبصل الحمام مهم جدا بخصوص لي بيبي وما تيكبروا حتى يغسلوا بالماء والبصل. اذا الماء والبصل اللي عنده الحساسيه كبير او صغير نتحمموا به ولما لا نديروا حمام ونخشيو في رجلينا في ماء وبصل وهكذا تمكننا نضبطو. دابا كثير من الحالات ديال هذا النوع من الحساسيات مي تتبدا صغيره وتتكبر ممكن تعطينا انتفاخات غير عاديه، ولكن حنا مي تيكون عندنا عصير بصل شراب ثم ماء وبصل حمام هنا تنقدروا نضبطوا الجانبين، علما انه كل هذه الحساسيات فهي عندها علاقه مع تغذيتنا 90% مع مناعتنا 90% مع البنيه الداخليه تاع جسمنا 90%، كل ما هو علاج خارجي ما هو الا اقل من 10%. اذا فتكون عندنا القاعده في الراس مي تكونوا تنشتغلوا اول شيء تكون عندنا حساسيه نجوعوا، ثانيا الماء مغلي نقيو، ثالثا الماء والبصل والعسل، الماء والبصل 13 المرات وهكذا تنكونوا في الطريق الصحيح. اما تبداو تستعملوا الدهنات اساسا هما بدايه وضرب المقليه وضرب الرومي ما عندك غلط راه غير تنخربقوا وغير تنرونوا وغير تنضيعوا الوقت وهذا كله غير صالح. اذا فالناس اللي عندهم الحساسيه وباش حمايه بدايه اول شيء خصنا نتعلموا نشربوا الماء والبصل ثم ندهنوا المرجان، يعني ديما المرجان عندنا موجود وتندهنوا به وتنغسلوا به وتنستعملوا استعمال. لذا تنصحوا حاليا انه الناس ديما عندهم المرجان اللي ما عندوش 20 30 حتى 40 لتر في الدار حمق ما عنده عقل بخصوص اللي عنده امراض جلديه وهكذا نتعلموا نستو شويه ندهنوا على راسنا على جسمنا ونجلسوا شويه نرتاحوا نص ساعه ممكن ساعه ولما لا نستعملوا جوج ثلاثه اربعه المرات في النهار وهكذا حمايه للجلد مرجان دهن ثم استعمال الماء والبصل ثلاثه اربعه المرات بطريقه صحيه. نكملوا في اخذ المكالمات. نوال السلام عليكم. عليكم السلام. كيفاش لاباس؟ الحمد لله لاباس عليك اللهم لك الحمد. دوك الاستاذ لاباس مرحبا مرحبا هادو الناس ديال الجنوب ناس طنطان مرحبا 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 وخيرت ما شاء الله مرحبا وسهلا. كنت غنسولك يا دكتور سميتو عندي الوالده عندها حبه فوق العين وعندها البروده في الدم قال لها نعم هذه الحبه فوق العين وقعنا بحال المشكل ديال الشحمه فوق العين هذه كلها الحمد لله تتعالج عن طريق اللسعات من جهه ثم تنديروا بخار ديازير مع تقطيره البصل في العينين وتنستعملوا عسيله تنجيو الناس هذه اساسيات. فاحنا حاولنا ما امكن انه في العمل ديالنا داخل المركز نحطوا قواعد عمل بحال ديما في الامراض الجلديه تنقول لسعات النحل حول المشكل الجلدي
ثانيا تنستعملوا المرجان الدهن، ثم من تنجيو الناس تنستعملوا العسل مع الغذاء الملكات وحبوب اللقاح، دهن مرة في الليل، هذه أساسية. ثم نباتي 100% مع البصل العسل قبل وجبة الأكل، إن شاء الله تتكون نتائج متميزة. وأنا الآن تنتكلم من خلال النجاحات المباشرة في المراكز اللي تحت الإشراف ديالنا. إذا ما تنتكلمش من الكتوبة ولا تنتكلم من كلام الناس ولا تنتكلموا من هذا، إذا فاستفدوا من النجاحات المباشرة، وأقوى ما كاين هما النجاحات المباشرة. إذا فبالنسبة لهاد السيدة تقرص بالنحل في جنبة العين وتقطر البصيرة في 3-4 مرات في النهار، دير عسيلة في الليل ملي تجي تنعس، وتستعمل حسب السن ديالها ممكن تستعمل تغذية 100% نباتية مع البصل والعسل 3-5 مرات في اليوم، إن شاء الله تكون نتائج مباركة أقل من 3 أشهر. نعم، إذا ناخذ حنان من الدار البيضاء. حنان للأسف انقطعت المكالمة، لكن نمشيو للاس ام اس 5566. سلام الله يخليك دكتور، أنا المشكل الأول اللي عندي هو تشقق في الكف، يعني في الكفوف ديالي، ومع جفاف حاد. سبحان الله العظيم. واش التشقق حتى هو كيجي من الحساسيات ولا هو تشقق ضعف في التغذية من جهة، أو تناكلو الجسم ما تيستفدش امتصاص، ثم الاستفادة الأخيرة ديال الاسيميلاسيون ما تتمش. إذا فهذا هنا تبع لأنه عندنا نقص في الفيتامين بي، هنا نقص واضح، ولذا أن خصنا نشتغلوا على الأمعاء. فقوي لب ديال التم مهم، فتعاود ينشط عمليه الامتصاص، ولا كان شي ضعف في الالتهابات او عيائات في الامعاء. ثانيا خصنا ناكلوا الملبات نص كيلو في النهار، حلبه او قمح، وانا تنفضل الحلبه كثير لانها مفيده في النمو وفي التوازن الهرموني، وجميله كذلك في الكميه اللي عندها في فيتامين بي بالانواع B12 B6 B9 وهكذا. اذا تاكل نص كيلو في النهار، زيت زيتون على الريق، بصل عسل مع الماء 5-6 مرات في اليوم، نباتي 100% ممنوع الحيواني، لذا انه تقينا راسنا من تنستعمل هذا الاسلوب من جهه تغذيه صحيه. ومن تنستعملوا الماء المغلي كيف تكلمنا، تناخذوا شويه العسل 100 غرام، تنديروا فيه 30 غرام غذاء ملكات، حبوب اللقاح مع علقه صغيره، تنخلطوهم، ومن تنغسلوا بالمرجان تندهنوا ذاك العسيله من تنجيو الناس، ولما لا 3 مرات في اليوم. لقينا على انه هذا الاسلوب هذا بهذه الكيفيه اقل من 3 اشهر تتكون نجاحات، اقول الا كانت جديه اقل من 7 اسابيع تتكون نجاحات كبيره جدا. اذا فلا بغينا نزيدوا نقويوا العمليه العلاجيه، تنقرصوا بالنحل في جهه التشققات، النحل عنده قدره خاصه جدا في جمع التشققات، تكون تشققات جلديه او تشققات داخل الامعاء او قرحه معده، اذا في المعده، او تكون تشققات حتى في داخل الجسم في اماكن خاصه معينه، تمكننا نضبطوا التشققات ان شاء الله. كاين اولسيراسيون تمكننا نجمعوها عن طريق النحل، سيكاتريزون، وهكذا تمكننا نخليو جسمنا من خلال هذه المواد المتميزه. انا تنغدا نعطيكم شويه بشويه باش ميوز اسيميلي، باش تستافدوا وتهضموا العمليه. لقينا راسنا على انه بهذا الاسلوب الى التقييد وتبعنا بطريقه نشيطه متميزه، ما يمكنش اننا ربي ما يعاوناش والشافي واحد سبحانه وتعالى. ونعم بالله. اذا منى من مراكش. منى الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا للأسف انقطعت مكالمة منى. نمشيو عند نوال من فرنسا. نوال الو السلام عليكم. الو السلام عليكم دكتور. معكم السلام ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم. مساء الله. بغيت نسولك واحد السؤال، هو واحد كيستيون انتيم سي بارابور على لاباري جينيتال. جي توجور عندي الحكة ديما مي سيتادير ليكستريميتي دو سيتادير لو كول. Voilà, c'est pas l'intérieur, mais c'est l'extérieur. Et toujours je gratte, ça fait presque 3 ans comme ça. Alors, et je vous donne... J'ai fait plusieurs antibiotiques, j'ai fait des pommades. Vous avez quel âge d'abord? Vous avez quel âge? Ben, j'ai 47 ans. 47 ans. Alors je vous donne 3 astuces. Je voudrais bien qu'il y ait inchallah une bonne utilisation, comme ça on en profite et on fait en profiter les autres. Premièrement, déjà douce fatte table arabienne, nous allons faire le français. Alors on essaie de prendre 100 g de miel, du bon miel. Et je pense le miel du châtaignier, il est excellent. Alors c'est donc on prend déjà 100 g, on ajoute 30 g de gelée royale toute fraîche. C'est pas de gelée royale en poudre. Je voudrais bien de la gelée royale fraîche. 30 grammes en mélange au miel avec une petite cuillère de pollen dans les environs de 6 à 7 grammes. D'accord? Et puis bien mélanger, on va utiliser les applications directement sur le col. Et si vous êtes marié, c'est bien de les faire pénétrer jusqu'à l'intérieur avec la même quantité en eau.
D'accord. Une petite cuillère du mélange avec une petite cuillère en eau, bouillie, revenue à tiède, et puis bien mélangée. On va la utiliser et sur le col et la faire bien pénétrer 5 à 6 fois. Mmh. Et puis après, une fois utilisée, on prend du persil bien écrasé, tout frais, et puis on l'applique directement sur l'appareil génital. Et cette utilisation-là, on essaie de l'utiliser 5 à 7 fois par jour. Et je voudrais bien qu'il y ait une utilisation très bien faite. Normalement, toutes les femmes qui ont utilisé cette utilisation-là, on a pu faire éviter l'ablation de l'utérus faute de beaucoup d'infections et d'inflammations. Il y avait même des kystes et les gens, ils ont pu faire éviter et l'opération chirurgicale. Mm-hmm. Mieux que ça, on a pu faire éviter, on a pu traiter l'ulcération et l'inflammation, même l'infection du col. Il y avait même des polypes qu'on a pu faire gagner, remédier, Inch'Allah. Et mieux que ça, on a pu même faire gagner aux femmes beaucoup de problèmes au niveau de l'utérus et des pertes. Et puis ces pertes-là, alhamdoulilah, on a pu les faire éviter. Mais une bonne utilisation, une bonne fréquence, ça c'est un point. Ça, c'est 10% du traitement, du remède. Alors, pour mieux avoir un traitement assez complet, c'est bien de prendre de l'oignon 20 grammes, mm-hmm. mélanger un grand verre d'eau bouillie avec une grande cuillère de miel, d'accord, et prendre ça 6-7 fois par jour. Végétarien 100%, on prend beaucoup de jus de fruits et légumes frais, crus, peut-être un petit tagine de végétarien, mm-hmm. et mieux que ça, l'huile d'olive du bon matin, 3 grandes cuillères, oui, Inch'Allah ta'ala, bien une bonne utilisation. Normalement, Inch'Allah, le problème, on peut l'éviter facilement, ou je préfère une utilisation même guérie, mm-hmm. on utilise ce traitement, cette manière de faire 3 mois de suite. On continue, pas de discontinuité. Allah shafi ou bsa raha. إذن معافات وكيف قلتي دائما إلى كل استعمال حسن وتتبعوا الوصفة كيف قلتيها أستاذ وتتبعوا المقادير ديالها أكيد غيكون نجاح الحليف ديالهم. ناخذ نجمة من الدار البيضاء. نجمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذاك كتبت نسوي على قبل خويا عنده لا مالادي ديال الصدفية في سكته كاملة. نعم. عنده الصدفيات. عنده 9 سنين وهو عنده المرض هذا. نعم. هو الصدفية حاليا الماء والبصل مع العسل 7 مرات مهم جدا. نباتي 100% من الأفضل ما يطيبش يأكل حاجة ما طيبش. خضرة فواكه عصائر زيت زيتون على الريق. ثم قرص النحل حول البقع ديال الصدفية. وخا يكونوا بزاف جانا واحد من بلجيكا ومسكين 20 سنة ديال الصدفية هو مغربي. وقهرته 20 سنة ديال المعاناة. جسبك الله تبع معنا 3 شهور الأولى حماق قال لي شاد الخير والتي هي كل مرة تبع ديشي 3 أو 4 سنوات بجة كل مرة تيجي تيوصل حتى 400 نحلة في النهار يا سبحان الله. ولكن واحد الشغف كبير وديما تيجي تياخذ لي بيدون ديال 20 يطرد المرجان تقدر ياخذ 2-3 لجاب الطوموبيل ديالو. وهكذا لقينا على انه هذا الخير اللي عندنا في هذا البلد تيستافدوا منه الاخوان ديالنا والجاليه ديالنا اللي كان على صعيد اوروبا. وهكذا بغينا انه الناس يجيو يتعلموا هنا ويستافدوا من هنا ونكونوا حنا مدرسه العالم ان شاء الله تعالى. تصوروا دابا المرجان تنغسلوا به 2-3-4 المرات. قرصات النحل حول البقع ديال الصدفيه. الماء والبصل عسل 7 مرات في اليوم. زيت زيتون على الريق. الماء مغلي 3 لتر كيف تكلمنا. ونباتي 100%. الحمد لله الصدفيه 3 شهور ما تتبقاش. ولكن ماشي كل شيء جدي كان اللي غشاش. نعم. وتطول فيه فإلى غش. يبقى في دارو وما يستعملهاش. فكيف قلت في البداية دائما خاصنا نتبع الوصفة كيف هي. كما هي. ونصبروا شوية. نصبروا شوية ما فيها بس. نصبروا شوية يبقى لهم الطاجين تيتلفوا. إذا ناخدوا محمد من إيطاليا. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لاباس دكتور بخير. لاباس ربي يخليك تفضل. الحمد لله. خويا عندي واحد المشكلة زاد بخير اللي كان ما سمح لي نعطيك ربما يكون خارج الموضوع لأني عندي مشكل في القولون. نعم. لا خارج الموضوع. هو خارج الموضوع. الأمراض الجلدية. مرحبا. إذا فالإشارة فقط فإحنا اليوم كنتكلموا على الأمراض الجلدية. فرجاء رجاء من كل مستمعين والمستمعات اللي كيتواصلوا معنا دائما على 0522-36-10-36 أنهم من يلتقيوا بهند أو لا ياخذوا المكالمة عند هند يقول لها الموضوع وما يحاولوش أنهم يعطوا موضوع آخر ومنين ناخذهم حنايا في المباشر يعطونا موضوع اللي هو لا علاقة بالموضوع ديال الحلقة. إذا اليوم إحنا كنتكلموا رفقة الأستاذ والباحث كريم عبد العلوي على حساسية الجلد وكاين الأسئلة وكاين المستمعين اللي كيسولوا في هذا المجال ودائما على 5566 فالبهق واش يعتبروه الناس كنوع من الحساسيات او لا؟
هذا هو السؤال. مرض جلدي وماشي حساسيه جلديه ولكن كيف ما كان الحال تبقى سي دي شامبينيون اللي تيكونوا بالجلد تيديروا مشاكل. هو بنفس الاسلوب اللي عالجنا الحساسيه الجلديه اورتيكير ولا نوع اخر ممكن انه نتعاملوا مع البك. فكثير الناس البك يخلطوه بالبرص فالبك هو تيتعالج بين 3 أسابيع الى 5 أسابيع لكن جديه بالطبع. وتمكننا اما البرص يتعالج فوق 3 أشهر فكثير الناس انه تيخلطوا بيناتهم. فالبك كيف قلنا تندهنوا بالمرجان وتنستعملوا البصل والعسل 5 إلى 6 مرات مع نباتي 100% وقريص نحلوا الحجامه ان شاء الله تتكون نتائج هائله جدا. وباللي يسمن ينعس ياخذ شويه العسل اللي تكلمنا عليه 100 غرام 30 غرام غذاء ملكات مع شويه البولين واحد 5-6 غرام وتندهنوه تندهنوه في الجلد باش نضبطوا داك الالتهاب وداك العياء وداك لي شامبينيون. اما البهك 5-7 أسابيع الحمد لله ما تيبقاش. نعم ودائما في الاسئله هذا سؤال خارج الموضوع لكن كيهمك استاذ دائما كيسولوا واش كاين عندك مركز في مدينه مكناس. لا مكناس لا كاين فاس غيكون واحد الملتقى في فاس بالنسبه للناس اللي تيعالجوا بالنحل وبلابي ثيرابي اون جينيرال بالعسل والغذاء الملكات غيكون ملتقي ان شاء الله في لو 20 مي في فاس. غادي نكون ان شاء الله في فاس الجمعه السبت والحد الصباح فغادي نحاولوا نحضروا المؤتمر من جهه ونحاولوا نقربوا ان شاء الله الاخوان ديالنا في فاس مكناس يجوا عندنا المركز ديال فاس 016-73-68-41 مرحبا. نعم اذا ناخذ دائما المكالمات على 05-22-36-10-36. امل من الجديده. السلام عليكم. وعليكم السلام امل. الله يخليك يمكن لي نتكلم مع الدكتور. تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يرحم الوالدين. انا عندي ديما حساسيه ديال لي زافت كينوضوا ليا في الفم ديالي الا كليت شي بنان ولا اللوز ولا شي حاجه بحال هادشي. لي زافت ماشي حساسيه جلديه. يعني رجاء فاحنا نحاولوا نركزوا فاحنا اختارينا هذا الموضوع نزول عند رغبه بزاف ديال المستمعين والمستمعات وكذلك باش الرغبه وباش كذلك يكون النصح واصل لكل المستمعين اللي كيعانيوا من حساسيه الجلد وبالخصوص انه تعطيكم راه تعطي وصفه باش تكمل الصوره. اما الا قطعنا بهذا الاسلوب نعم كثير من الوصفات ما تنعطيهاش وحتى شهادات كبيره ممكن بحال مثلا من الشهادات اللي كانت عندنا في فاس واحد رجل فاضل عنده حبه كثر من 20 سنة وتعاني منها حبه. نعم. 20 سنة ديال المعاناة عطينا دورناها بالنحل 11 حبة تاع النحلات متفقين اقل من اسبوعين مشات لذاك التعفن الغريب في الامر حتى لا سيكاتريس ما بقاش حتى لا سيكاتريس ديال الحبه رغم انها كانت قديمه. بمعنى كل ما عطيتونا فرصه ان نركزوا على الموضوع غادي نعطيكم شهادات كبيره ونجاحات كبيره وحتى الاساليب الناجحه قرب من اسلوب اخر حتى في ربح الوقت. مثلا ملي تنشتغلوا بالنحل ماشي بحال ما تنشتغلوش به ملي تنشتغلوا بالمرجان عطى نتائج متميزه وبطرق الاستعمال غتكون عندكم دي ديسبونيبيليتي في ديوركم وتستافدوا ان شاء الله بطريقه افضل. التركيز مهم. دائما على 05-22-36-10-36. عادل من مكناس. عادل السلام عليكم. وي السلام عليكم لاله. تفضل سيدي. وي لاله كنشكرو الاستاذ العلوي اللي صراحه خلانا نحيو الامان ديالنا في العلاج. مرحبا. مرحبا استاذ الله يعطيك الخير. بغيت نسولك عندي واحد النقطه في الصبع ديالي بحال الشكل ديال الخاله. اش عندك عاود من الاول؟ نقطه في الصبع ديالي بحال الشكل ديال الخاله هي في الصبع ديالي. كتحرقني بعض الخطرات ما عرفتش صراحه دخلت لي شويه ديال لا استك داك اولا ما تحكهاش واحد وما تجرحهاش جوج وما تحاولش تحيدها بجراحه معينه واخا هو دورها بالنحل بدايه ثم اغسلها بالمرجان وفي الليل عمرها بالعسل. نورمالمون هذه الخاله ممكن عن طريق هذا الاسلوب ما تبقاش. واحد غير تغدي تكون نباتيه مزيان مع البصل والعسل 5 إلى 6 مرات في اليوم مع زيت الزيتون على الريق. هذا شيء. شيء ثاني هو واحد السيد كان عنده الخالات بزاف في جسمه. نعم. التلال هلكو عطي كثير فغالبا يستعمل هذا الاسلوب ديال نسعة النحل في واحد السرعه خارقه. حتى الطبيب الاختصاصي الجلد تعجب من هذا الامر. السرعه خارقه بدا تمشي التلال. بمعنى الاسلوب العلاجي الطبيعي
قوي ولكن خصو حسن الاستعمال وان شاء الله تعالى مرجان تندهنوا به قريس النحل من جهه ثانيه ثم من جهه ثالثه تغذيه 100% نباتيه وتركز على البصل والعسل 5 إلى 6 مرات في اليوم نتائج طيبه. اكيد. سعيده من العيون. سعيده. سعيده السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. ممكن نهضر مع الاستاذ؟ بالطبع تفضلي. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. لاباس عليكم بخير سيدي على هذا البرنامج هذا كتفيدنا بزاف. مرحبا. بخير. مرحبا. بغيت نسولك استاذ انا عندي في البطن ديالي في الجهه اليمنيه عندي شي نقط بحال داك الشيء اللي كيكون في الناس هكذا الكبار السن كيكون فيهم هكذا في اليدين. انا عندي ديك الشيء في الجنب ديال البطن ديالو كيمشي لي ماشي لي لتحت الا ماشي لي مع رجلي منيه. واخا دوزت ومشيت عند الاطباء وديك الشيء ما الدواء ما كينفعليش فيها. الوغ دونك حاول تستعمل المرجان دهن به في المكان ومع لسعه النحل. دابا عندك غالبا ما عندكش هوموجينيزاسيون تاع اللون. اللون غالبا ما تيكونش اوموجين تيكونش واحد من الفوق والتحت. اذا حاول تستعمل المرجان دهن ثم لسعه النحل في المكان اللي فيه ذاك النوع من البقع اللي تكلمتي عليها. واحد حاول تستعمل زيت الزيتون على الريق يعاود يعطينا تدفق جديد في القنوات الدمويه بخصوص في الشعيرات الدمويه تدفق جديد وتقويه القنوات. وهذا غادي يخلي على انه مجموعه الغدد تشتغل بشكل صحيح واللي هي اللي غتصحح هذا النوع من الاخطاء. الماء والبصل العسل 5 إلى 6 مرات من المهم جدا غادي يعاود يفرغ القنوات الدمويه ويطلع فيها تا هو نشاط اخر حتى لا كان شي حساسيه غادي يطردها. ونباتي 100% المده ديال 5 أسابيع ديال هذه التجربه بمعنى غديرها مده ديال ملاحظه ديال الجسم كيف غادي يشتغل ومع اللسعات ممكن دير حجامه الا كانت الظروف مواتيه معنى ما كاينش فقر الدم الدوره الدمويه ما كايناش ثم الانسان عنده مناعه جيده. فهذا الاسلوب هذا بدل الكيفيه استعملوه ان شاء الله اعطيني خبر ودير قيد لكل ملاحظات المطلوبه وحتى الصور مادام انه المشكل العضو اللي هو الجلد باين وتشوف الفرق بين قبل ومن بعد ان شاء الله تكون النتائج مباركه. اذا خدموا على 5 أسابيع واعطينا نتائجك وما يكون الا خير. اكيد دائما كنتواصلوا مع الاسئله ديال المستمعين سواء على 5566 او على 0522-36-10-36. اذا عبد الله من مراكش. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. تفضل سيدي. اخي بغيت نسول الدكتور اذا كان ممكن. تفضل. نعم. هذه شي رائحه كتدخل ما بين الصباع تاع الرجلين. بنشوف لك شي دواء بحال هكا طبيعي. هذا سؤال جديد. نعم. مهم جدا. فهاد الحاله الاخ الكريم ديما نغلي الماء وعصر بصله وديما خشي فيها رجليك. هنا اش نديرو؟ عمليه تنقيه. ثانيا تاخذ اما حبوبات مطحون واما الخرشوف مطحون. نعم. وتنعمر به الجلد. سبحان العظيم طارد للرائحه الكريهه. ولما لا في صباتك دير شويه ديال الغبره ديال اما حبوبتين مطحون واما غدير المطحون المسحوق ديال الخرشوف ورق الخرشوف او الخرشوف كاع وهكذا غتحسوا على انه الريحه الكريهه ما تسبقاش. في حالة ما داك التشققات بقات حيت حبوبتين ما يخليهاش وما يخليش تعفن. الخرشوف تا هو مهم ما يخليهاش. فقط الا بقات التشققات عمرها بالعسل بالليل ولكن ديما الماء والبصله من جهه غسل بالمرجان جوج دير هذا المسحوق اما حبوبتي او الخرشوف او خلطهم وديرهم تما ولكن العسل ديما نديرو بين رجليك في الليل ما تجي تنعس اقل من اسبوعين ان شاء الله حتى حاجه ما تبقى ولكن قيد هذه المعلومه ونشرها حتى تبقى صدقه جاريه. اكيد. اذا ناديه من جديده. ناديه السلام عليكم. التركيز باش مزيان. معلومه جديده خرجت ما كناش نتكلموا فيها. نعم ناخذوا ناديه من جديده. ناديه السلام عليكم. السلام عليكم. لا كي دايرين؟ لاباس ربي يخليك. ممكن نتكلم مع الاستاذ العلوي؟ مرحبا. اهلا وسهلا. سي العلوي انا عندي واحد الحساسيه قديمه شويه ولكن من بعد معاناه طويله مع الاطباء عاد واحد البروفيسور اكتشف بانها هي نيرفوز ان انرجي نيرفوز. لان من بعد واحد صدمه كانت والدي الله يرحمه توفات سبيله الوجه ديالي بدا كيحمر بزاف. دابا بقات لي فين ما كنتعصب ولا كنتقلق ولا كنكون تاعبه تيحمر لي وجهي بزاف تيولي بحال محروق. ما بغاتش تحيد لي رغم الدواء رغم بزاف ديال الحوايج ما بغاتش تحيد لي الحساسيه. نعم. اذا هاد الحساسيه اش عندك من عام؟
مشات. اذا هذا النوع من الحساسيه نورمالمون. نعم شوفوا ناديا شحال عندك في العمر ديالك ناديا؟ 38. اذا حاول تستعمل بخار ديال اليزير. نعم. جوج ثلاثه المرات وحاول دير شويه الماء والبصله وغسل به وجهك ما استطعتي مزيان، وفي الليل دن شويه المرجان، ولكن لا ساعات النحل في جنبات العين وفي الاذن مهمه جدا مزيان. وتغذيتك 100% نباتي، زيت زيتون على الريق، بصل عسل مع الماء 3 إلى 5 مرات في اليوم، ممكن 6 مرات في اليوم، شرب الماء المغلي، دير هذه المساله لمده 3 أسابيع عاود اتصل بنا. علاش؟ لانه المشكل العصبي تنعالجو بلا ساعه النحل واحد وتعطي نتائج هائله، ومع هذه الطريقه ديال الوصفه اللي عطيتك ان شاء الله تكون نتائج متميزه. ولكن بغيتك متابعه، غد المده العلاج غتاخذ غالبا 3 الأسابيع 3 الأشهر. نعم. اذا جميعه من اكادير، جميعه السلام عليكم جميعه. للاسف غادرتنا، لكن عندي سؤال عبر الاس ام اس 5566. هذه كوثر من الدار البيضاء كتقول انها عندها واحد الحساسيه بحال شي حبيبات، ما عرفتش واش حساسيه او لا، ولكن واحد الحبيبات اللي ناضوا ليها على مستوى الجبهه وكذلك مستوى الجنبات ديال الانف ديالها، حبيبات صغيورين بزاف. شنو واش حساسيه ولا فقط شي حاجه اللي اولا نباتي 100%. نعم. زيت زيتون على الريق، بصل عسل 5 إلى 6 مرات في اليوم، ماء مغلي 3 لتر 10 لتر مع 4 لتر مع 8 الليل، قبيل بمساج. وغادي تاخذ لا ساعات النحل في ذاك المكان، تيتنفخ شي شويه وتغسلو بالماء والبصله، ديروا ليا دير هذا الاسلوب هذا لمده 5 أسابيع وتعطيني خبر. نورمالمون الحساسيه تتمشي، فممكن نعطيها العسل، تنفضل ما نعطيهلاش دابا، ممكن نعطيها كاتابلازم او البيخه تاع المعدنوس، ما نعطيهاش دابا، تنفضل نمشي فقط بالماء والبصل الحمام تغسل به وجهها مع لا ساعات النحل وتغذيتها، ومن بعد 3 أسابيع تكون المتابعه ونعاد نعرفوا راسنا فين غاديين. غير قيد لي هذا الشيء كله اللي عطيتك باش ما تكون متعاود تعيط لنا مره اخرى، ان شاء الله نعرفوا بالضبط اش درنا وان شاء الله تكون النتائج. وغالبا 3 أسابيع ممكن تكفي، وممكن يزيدوا اسبوعين اخرين، ولكن 3 أسابيع بهذا الاسلوب تكون جيده. مشكور استاذي على كل هذه المعلومات الطيبه، استاذ كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولا ساعات النحل، مشكور على ساعات الصدر ديالك مع كل المستمعين والمستمعات اللي تواصلوا معنا طيله الفقره ديالك، سواء عبر 5566 او لا 05 22 36 10 36. فقرتنا مازال متواصله، نتوقفوا مع فاصل الاشاره.